خلف الجدران المدمرة يخلق الفرح أيضا، وبهذا المكان وبهذا الزي التقليدي اختار هؤلاء الطلبة الطريقة التي يجب أن يختتموا بها مشوارهم التعليمي بعد 4 سنوات من الجلوس في مقاعد الدراسة. وهذا هو الفخر للقاعدة، أننا نفتخر بتراثنا الشعبي حتى في تخرجنا، وهذه الدفعة تعتبر أول دفعة داخل تعز تحتفل باحتفالات التخرج بالتراث الشعبي والتراث التعزي، ولنا الفخر في هذا. في إحدى قاعات جامعة تعز يحتفلون بعد 4 سنوات من التحصيل العلمي، لكن السؤال الذي يتبادر إلى ذهن الكثير هنا، لماذا اختار هؤلاء الطلاب هذه الفكرة؟ اختار التراث تعز لتخبر الجميع أن تعز تؤمن بتراثها وأنها لا تترك الماضي ولا ترفض الحاضر، بل هي دائما ما تجمع بينهما. نحن اليوم هنا نشارك هذه الدفعة لنقل صورة ولوحة جميلة عن تراث تعز، نعرف العالم أجمع عن جمال تراث تعز، ونخبر الجميع بأنه لابد على كل أبناء تعز أن يحفظ تراثه وأن يعمل على نقل هذا التراث بصورة جميلة مشرقة للعالم أجمع. قهر الحرب التي حاولت عرقلتهم من دندلع ضد هذه المحافظة، لكنها أيضا لم تؤجل أحلامهم في نيل شهادة البكالوريوس في التسويق دفعة توب ماركتينج. أعتقد اليوم أن هذه الدفعة تقدم رسالة تحتوي على تراثنا في تعز، تقدم رسالة عن مدينة السلام، عن مدينة العلم، مدينة الثقافة، هذه تعز. ودائما شباب تعز مبدعيها يحسنون تقديم هذه الرسائل في زمن الحرب، في زمن الحصار، في زمن القتل. تعز مدينة للحياة، وهذه الرسالة التي يقدمها اليوم الخريجين هي رسالة للحياة، رسالة التراث الذي يجب أن نحافظ عليه، أن نجدو به، أن نغني به، أن نرتدي زينا به. مناسبة رأى الخريجون أن يجسدوا من خلالها التراث الشعبي كجزء من الثقافة التي عرفت بها المحافظة، وإبرازها تعبيرا عن الوفاء لصمود مدينتهم في الحرب، وهو ما لقي استحسانا لدى الحاضرين، حيث غمرتهم مشاعر البهجة بفقرات الحفل، كما اكتست الفعالية بألوان الغناء التي اشتهرت بها المحافظة.